صور بنات يعني اللي بيحصل اليوم احتجاج من ابناء المخيم على الاعلان اللي تم من قبل البلديه بتركيب عداد دفع مسبق داخل المخيم. نعم، واحنا بنرفض طبعا الاسلوب اللي انتم امامكم شايفينه، توليع العجال والاخره. فاحنا جينا هون اليوم على اساس انه نمنع هاي الحادثه. احنا مش ضد سلطتنا الوطنية أولا ولا ضد إخوتنا في البلدية، بالعكس إحنا نشجع ونثمن، ولكن في عنوان داخل هذا المخيم، هو العنوان أول شيء مؤسسات المخيم زائد تنظيم داخل المخيم، يجب الاتفاق ووضع برنامج آلية حتى يكون هناك اتفاق لترتيب هذا العمل داخل هذا المخيم. مخيم الشهداء، مخيم الأبطال، مخيم الصمود، مخيم الذي دفع الثمن وما زال حتى اللحظة يدفع الثمن. ردنا بخصوص هذا الموضوع، أكيد لما يكون عندك ناس داخل هذا المخيم في البيوت، 10 أفراد داخل كل بيت أو 11 فرد، أكيد راح يكون عنده استهلاك لصوبة حتى يتم تدفئته، لأنه البرد القارس اللي مر فينا داخل هذا المخيم. وأنا قلت قبل قليل أنه الوضع عندنا سيء داخل المخيم صحيا اجتماعيا، فهذا دور مهم جدا، لأنه عندك بيوت لا زالت من الزينكو، بيوت تدلف من الماء، وللأسف الشديد هذا الموضوع حساس جدا، لم يكن مساعدة من أي حد بهذا الموضوع، خاصة المخفض اللي مر فينا بالأيام القليلة القريبة. نحن مخيم تل كريم كباقي مخيمات هذا الوطن الحبيب، عندما يتم تركيب عدادات هاي ما هي مشكلة بالنسبة لنا، بالعكس احنا بنحب النظام تحت النظام دائما، ولكن في أسلوب حضاري يتم عندنا هناك برنامج كما قلت في خصوص هذا الموضوع وترتيب مع مؤسسات المخيم. أنا بديش أجي أقول واحد إنه من هون ومن هناك، لا، أنا بحترم الجميع، ولكن في عنوان داخل هذا المخيم لن نسمح لأي شخص كان أن يتجاوز هذا العنوان. احنا غدا باذن الله تعالى عندنا اجتماع سيكون داخل البلديه الساعه 6 مساء، وبدنا نتم مناقشات مع رئيس البلديه ومع المؤسسات داخل هذا المخيم والفصائل. امبارح للاسف الشديد بتطلع بلديه تل كرم في قرار تركيب عدادات داخل هذا المخيم، وللاسف الشديد جميع المؤسسات والفصائل في داخل المخيم ليس لديهم علم في هذا القرار، واي انسان وقع على هذا القرار لا يمثل ابناء المخيم، لانه من عاش داخل هذا المخيم هو الذي يشعر في معاناه اهل المخيم. ورحم الله الشهيد ياسر عرفات حينما قال نحن مع أهل المخيمات، ويعني ولن نسمح لأي إنسان في العبث في داخل المخيمات. وبالنسبة للبلدية يعني هاي ردة فعل الشباب في المخيم، ناس أرامل، بيوت أرامل توجد داخل المخيم، بيوت أرامل ولا يوجد لهم بيوت أرامل، وعائلات أرامل وبيوت فقراء لا يوجد لهم معيل، من سوف ينور بيوتهم؟ ونحن نطالب انه هذا القرار يتم الوقوف عليه، يتم نطالب في هذا القرار انه يعني لا يطبق على هذا المخيم، لانه مرحله المخيمات مرحله صعبه، والوضع لا يحتمل زج المخيمات في اي فتنه، وهي الفتنه لعن الله الفتنه من ايقظها.